مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. الحوثيون يفشلون بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة دمار باتجاه محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. اليابان تقرر توسيع منظومتها للدفاع الصاروخي. مراسلون بلا حدود تقول إن عام 2017 الأقل دموية للصحفيين وسوريا الأخطر. الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقانون الضرائب الأمريكي. دراسة حديثة تكشف أن الجراثيم أكثر خطورة على المسافرين من سقوط الطائرة. دراسة بريطانية تقول أن الأطفال الذين يأكلون الوجبات السريعة بانتظام يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري. دراسة تكشف سبب زيادة وزن النساء بعد الانتقال للعيش مع شركائهن، والسبب لأنهن يأكلن أطعمة غير صحية أكثر من المعتاد مثل البيتزا الجاهزة ورقائق البطاطا وغيرها.